اخوان مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي نديرو كالكول دي تري، نشوفو كيفاش نحسبو لي تري. اول حاجه شنو هما لي تري؟ لي تري هما ان سيستيم تريانغولير. كيفاش ان سيستيم تريانغولير؟ هما لي كيكونو بحال لي كونترفونتمون كيكونو في لي بيلون لي كرو بحال هكا مثلا. دونك غادي نشوفو في التمارين وغادي نعرفو كيفاش غادي نديرو. نبداو التمارين. فأول حاجة غادي نشوفو بعدا عندنا دو كا ديال لي زابوي، عندنا دي زابوي فيكس وعندنا دي زابوي موبيل. غادي نشوفو كيفاش كنحسبو لي زابوي فيكس و لي زابوي موبيل، كل وحدة شنو كنديرو فيها، أشمن علاقة كنطبقوها فيها. غادي نبداو بلي زابوي موبيل. عندنا بعدا نرسم لكم واحد الاكزامبل. نبداو بعدا بواحد الاكزامبل باش تفهموا. عندنا مثلا هادو كا دي زابوي موبيل، عندنا هادو اللي غنديرهم بالسيركل، هما هادو لي نو كيتسموا لي نو. كاع هادو فين كيتلاقاو لي باغ، هنايا هادو هما لي باغ، وهاد هاد النقاط اللي دايره هنايا هادو سو سون لي نو. هذا غير اكزومبل باش نوريكم كيفاش كنحسبو. عندنا شنو القاعده كتقول؟ هادو نبداو بكا دي زابوي، كا دي زابوي موبيل. مثلا غادي نشوفو كنبداو مثلا نرقمو مثلا هادي نيميرو 1 لابوي 1 و هادا لابوي 2 باش نعرفو. نبداو باللولى مثلا شحال فيها نومبر دي بار اللي فيها نومبر دو بار، نومبر دو بار. عندنا شحال ديال لي بار عندنا في هاد ليكزومبل الاولى؟ 1 2 3 عندها 3 بار. وشحال فيها نومبر دي نو؟ نومبر شحال فيها ديال لي نو؟ ها 1 2 3 حتى هي 3. وكيفاش كنحسبو؟ عندنا في كا دي زابوي موبيل هادي هي العلاقه ديالتها، بي ايغال 2n موان 3. هاد بي هي نومبر دي بار، ان نومبر دي نو اللي هما هادو 3 3. وصافي كنحسبو. عندنا عاوتاني علاقة مثلا فاش كنقولو فاش كتكون سي بي ايغال 2n موان 3، كنقولو لا ستركتور استابل. انفورمابل اللي هي ستركتور ايزوستاتيك. عاوتاني سي بي ايغال نو ماشي ايغال انفيريور دو زين موان موان 3. هاش كنقولو عاوتاني عندنا لا تخوازيام هي سي بي سوبيريور دو زين موان 3. هاش كتكون لا ستركتور. عندنا كل وحدة شنو كنقولو على لا ستركتور؟ مثلا عاوتاني قلنا هادي كنقولو فيها لا ستركتور انستابل،
déformable. Structure hypostatique. عاوتاني في هذا لو كا هادي هي كنقولوا عليها لا ستركتور هايبر ستاتيك، اللي هي كتكون ستابل، حتى هي ستابل ريجيد، يعني ستابل مزيان. ستركتور عاد نشرح لكم هادو مزيان، دابا غير كتبت ستركتور ستابل ريجيد. Structure hyperstatique. Fait que nous avons les trois cas. Hadi structure isostatique. Yani كتكون يعني عادي، يعني مهم stable informable. Had hypostatique اللي كتكون بس غير من deuxième moins trois. كتكون يعني ناقصه واحد لاباغ. عاد نشوفوا هاد لي زيكزامبل مازال ما خدمناش عليهم. كتكون واحد لاباغ هنا ناقصه، يعني كتكون ديك لا ستركتور ماشي ستابل نيت، يعني كتكون انستابل، يعني كتكون تقدر في اي لحظه ديفورما دير شي حاجه. المهم عاوتاني عندنا هاد بي كبر من دوزين موان 3، هادي كتكون ستابل مزيان ريجيد. ستركتور هي اللي كنقولها ستركتور هايبر ستاتيك، هادي كتكون ستابل مزيان. هادي ستابل حتى هي، اللي كتكون ايغال حتى هي ستابل. انفورمابل هادي ماشي ستابل، ناقصه اون باغ ولا كتر كاع من باغ. وهنايا عاوتاني كتكون فاش كتكون بي كبر من دوزين موان 3 كنقولوا لها سيستيم هايبر ستاتيك، اللي هي كتكون ريجي تري ستابل زعما مزيان صافي. دونك نخدمو مثلا هادي وهادي، نبداو بليكزومبل 1 غادي نكالكولاو. قلنا بي غادي نشوفوها شحال عندنا بي، غادي كنبداو بحال هكا باش كنعرفوا واش غادي تكون ايغال دوزين موان 3 ولا انفيريور دوزين موان 3 ولا سوبيريور دوزين موان 3. فاحنا غادي نحسبوا نومبر دو بار و نومبر دي نو في كل وحده فيهم، وغادي نشوفوا هاد لا ستركتور شنو هاد لا ستركتور شنو. عندنا هنا بي ايغال شحال ايغال شحال نومبر دي بار، قلنا بي هي لو نومبر دي بار و ان هو نومبر دي نو. لي بار شحال عندنا هنا من بار 3 بار 1 2 3، دونك بي ايغال 3 اي ان اللي هي نومبر دي نو حتى هما 3. دونك غادي نكالكوليو بي غادي نشوفو 2 موان 3 هي شحال، 2 موان 3 هي 2 فوا 3 موان 3، 2 fois 3 c'est 6 moins 3 c'est 3 donc égal à 3. Ou nombre des barres il y a 3 donc B égale 3. Donc la structure en gros la structure il est stable, ni je B égale hado ni la structure est stable ma inférieure ou la supérieure. Donc radin golo la structure et un goulot isostatique li hiya hadi كتسمى في الاخر كنسميوهم اما isostatic اما hypostatic اما hyperstatic isostatic. Voilà. وبالنسبه لهاد ليكزامبل 2 حتى هي نفس لا ميثود بي ايغال شحال فيها من باغ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Donc nombre des barres c'est 5 et 2n moins 3 il y a 2 fois 1 2 3 4 2 fois 4 moins 3 il y a 2 fois 4 c'est 8 moins 3 7 6 5 c'est 5 donc 5 il est égal à b. Donc ça y est, la structure est isostatique. Donc, la structure stable, la structure isostatique. Structure
isostatique. Donc, mzien, d'abord, je fais l'exemple 1 ou l'exemple 2. Donc, je fais un cas des appuis mobiles. Il y a des cas des appuis fixes. Des appuis fixes. Qui veut qu'on dise là? Quand des appuis fixes, qui veut qu'on se boit, qu'on dise P égale 2n moins 4. Hadi des appuis mobiles 2n moins B égale 2n moins 3. Ou des appuis, quand des appuis fixes, B égale 2n moins 4. Ça fait qu'on se boit neuf la méthode, qu'on dise tiens, 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 ça. Si B égale 2n moins 4, elle dit moins 4, qu'est-ce qu'on a structure isostatique? Alors, tiens, ici B inférieur 2n moins 4, il y a dit structure hypostatique. Ou si B supérieur 2n moins 4, qu'on goulou la structure hyperstatique. Il y a une bhal, hein? Ou tu fais le hasab? Il y a une bhal, bhal, hado. D'amant, qu'on a un autre. فقلت يعني نفس الحاجة غير هادي كنت قطع لي الفيديو غير هادي رسمت هادي مهم هادي هدرت عليها مهم تنقول لكم دابا قلت لكم ان هادو دوزين موان تخوا كتكون في كادي زابوي موبيل كنحسبو بهاد القاعدة هادي بي كأقال دوزين موان تخوا وفي كادي زابوي فيكس كنحسبوا بهذه القاعده بي ديال بي ايغال 2n موان 4 وقلت لكم على وديت شنو الفرق بين لابوي موبيل ولابوي فيكس لابوي فيكس هو بحال مثلا بيلون لا غرو كيكون مثلا شي حاجه واقفه بوطو ديال الدور رافعه هو هذا اللي رسمت كيكون يعني بحال هكا داير وكيكونوا في هذا السيستم تريونغولير عاوتاني هذا كدي زابوي فيكس موبيل كيكونوا غير بحال هكا كيكون غير بحال هكا وديز لي تخيب بحال هكا دايرين صافي هادشي اللي كنت باغي نقول